يلا يا حبايبي، يلا ها كلنا فتحنا على الصفحة دي. ايوه طيب يلا يا جوجو افتحي لي بقى. بصي يا ستي، هنبدأ أول حاجة عندنا. بيقول لك هنا صور لأدوات الدراسات الاجتماعية، مدينا ترمومتر ومدينا كرة أرضية ومدينا خريطة، هنوصل كل واحد بالاسم بتاعه. تمام؟ يلا يلا هنبدأ أول حاجة. الترمومتر ده بيستخدم لإيه يا جنى؟ لقياس درجة الحرارة. إذا الترمومتر هنوصله بدي، اللي هو بمقياس الحرارة، لأن الترمومتر إحنا بنستخدمه في قياس الحرارة. أوكي؟ يلا يا جوجو معايا، بتوصلي معايا؟ افتحي المايك يا جوجو. جانا افتحي المايك. تمام. ها وصلتي؟ يلا وصلي معايا. وهنا الكرة الأرضية، قولي يا روح قلبي، وصلي الترمومتر بمقياس الحرارة. أوكي؟ وصلتيها؟ طيب، ودي كرة أرضية، هنوصلها بنموذج الكرة الأرضية. تمام؟ ودي خريطة، آخر حاجة دي خريطة، هنوصلها فوق بالخريطة. تمام؟ تمام. طيب يلا هدخل على اللي بعد كده، خليكي مركزة. يلا بصي يا ستي، اللي بعد كده بيقول لك الست صور اللي قدامك دول، دي لخامات، دي صور لبعض الخامات وبعض المنتجات اللي احنا بنصنع منها الخامات دي. تمام؟ طيب، فبيقول لك هنوصل كل منتج بالمادة الخام المصنوع منه. تمام؟ ها فتحت عليه يا جوجو؟ تمام. يلا يا جميلة، احنا عندنا هنا التيشيرت والكرسي وده الخبز. التيشيرت ده بنصنعه من ايه يا جانا؟ ايه اللي بيناسبه في الصور اللي فوق دي؟ قطن. التيشيرت ده بنصنعه من القطن، إذا التيشيرت هنوصله بالقطن. تمام؟ تمام. طيب، وعندنا الكرسي ده بنصنعه من إيه؟ من الخشب. من الخشب، إذا الكرسي هنوصله بالشجرة كده أهو. تيتشر، نعم. أنا أسفة لا أفكر. طب يلا كملي حلي معانا يا ميرو. يلا يا جميلة، إيش هجيب لك واخدناها النشاط تانية الأول تاني. احنا في النشاط التاني، افتحي على آخر صفحة خالص بتاعة الدراسات. طيب، والخبز يا السلام جنى؟ عليكم وعليكم يا السلام تيتشر، ورحمة الله وبركاته. نعم، ازي حضرتك؟ مين الحمد لله القمح؟ يا روح قلبي. الحمد لله. بقول لك يا تيتشر، هو دلوقتي يعني الشجرة في صفحة والكرسي في صفحة تانية، يعملوا ايه هما؟ احنا ممكن بقى طالما كل واحد في صفحة يبقى نكتب تحت كل واحد بقى اسمها وخلاص. يعني الشجرة يعني نكتب مثلا تحتها نكتب كرسي، تحت نكتب تحتها كرسي، القمح نكتب، الخبز، القطن نكتب، التيشيرت. هي مفروض تمام بيقول لك ماشي. أمامك مجموعة من الصور للخامات، وصل كل منتج بالمادة الخام. مفروض إن هما ما يبقوش كل واحد في صفحة بصراحة. المفروض يبقوا، ايوه الصراحة، بس طب هو خلاص للأسف هنكتب بقى عندنا تحت كده. كل حاجة. تمام؟ يبقى اكتب لي هنا تحت الشجرة، اكتبي لي الكرسي.
وتحت القمح اكتبي لي الخبز، وتحت القطن اكتبي لي التيشيرت. تمام؟ اوكي يا شباب. طيب اول نشاط يا مريومة. مريومة اول نشاط يا حبيبي اعمليه تاني. اول نشاط هتوصلي الخريطة بالخريطة تحت، الترمومتر بمقياس الحرارة، الكرة الأرضية بنموذج الكرة الأرضية. يلا وصلي معايا أول نشاط، يلا بسرعة عشان ندخل على اللي بعده. آه تمام. أنا خلصت خلصت هكتب كده بقى دولار، ايه؟ هكتب بقى دولار. ماشي يلا اكتبي انت كمان يا جنى، اكتبي تحت الشجرة. ها اكتبي تحت الشجرة كرسي. ها تحت الشجرة الكرسي، تحت القمح، الخبز، تحت القطن، التيشيرت. تمام كده تمام. تمام طيب هنا. تعالوا برضو في الصفحة الثانية، تعالوا برضو في الصفحة الثانية هنكتب كل واحد الاسم ثانية بتاعه برضو. اكتب يا مريومة. اوكي ها هنا تحت الصور اللي هنا، وهنكتب تحت كل واحدة المادة الخام برضو اللي هو مصنوع منها. اكتبي لي القطن، وهنا تحت الكرسي اكتبي لي الشجرة عشان انت المفروض توصليها بالشجرة، وتحت الخبز اكتبي لي القمح. يلا يا حلوين أكيد. يلا حبايبي. ممكن أنا خلصت. برافو عليكي. يلا يا مريومة، يلا يا جانا خلصتي؟ أنا خلصت بس مش جاهزة. طب يلا. ندخل بقى على اللي بعدها. بيقول لك هنا كان ها أنا كنت بتأخر عشان كنت بلعب مع صاحبتي. طيب اوكي يلا ركزوا معايا. هنا بقى قدامنا مجموعة من الصور، المجموعة دي هنصنفها الحيوانات مستأنسة وحيوانات برية. الحيوانات البرية اللي هي الحيوانات المتوحشة اللي بتبقى عايشة بعيد في الصحراء، والحيوانات المستأنسة اللي بتبقى عايشة معانا في البيئة، في البيئة بتاعتنا، وفي منها كمان بنبقى مربيينهم في بيتنا زي القطة الكلب. كل الحاجات دي حيوانات مستأنسة ما بتعورناش. تمام. فعندنا هنا قطة ونمر وحصان وبقرة، هنصنفهم لحيوانات مستأنسة وحيوانات برية. تمام. أول حاجة القطة. القطة دي تعتبر حيوان مستأنس ولا حيوان بري؟ ها افتحي يا جنى كده حيوان المايك كده قولي لي. مستأنس. ها هيا مريومة، حيوان مستأنس القطة ولا حيوان بري؟ حيوان مستأنس. حيوان مستأنس. افتحي لي المايك يا جوجو، انت كمان جاوبي يلا معانا. يبقى القطة حيوان مستأنس، يبقى احنا هنيجي هنا عند القطة ونكتب تحتها مستأنسة. تمام. يبقى هنيجي هنا تحتها تمام. وهنكتب
مستأنسة، تمام؟ هنيجي هنا تحت النمر ده، هو النمر ده مستأنس عايش في البيئة اللي احنا عايشين فيها؟ ها النمر ده ايه؟ عايش في البيئة اللي احنا عايشين فيها مستأنس ولا بري؟ بري بري. يبقى هنيجي تحت النمر ده اهو ونكتب ايه؟ حيوان بري. يبقى من الحيوانات البرية، هنكتب برية. بري. تمام؟ أنا قلت وخلاص تكس. ماشي براحتك، هنكتبهم وبعدين يبقي خلصي براحتك. طيب الحصان حيوان مستأنس ولا حيوان بري؟ حيوان مستأنس. مستأنس. يبقى هنيجي تحته وهنكتب مستأنسا، هو من الحيوانات المستأنسة. يعني هو بس ايه بيحب يطلع رجليه على وش الناس. ماشي. تعالوا هنا، البقرة حيوان بري ولا حيوان مستأنس؟ بري لا بري البقرة لا المفروض دي مستأنس. بتعيش عادي في البيئة الزراعية، عادي عايشة حوالينا عادي، يبقى البقرة من الحيوانات المستأنسة. تمام؟ يلا بينا بقى نكتب يلا اكتبوا يا حبايبي. يبقى القطة من الحيوانات المستأنسة، النمر من الحيوانات البرية، الحصان من الحيوانات المستأنسة، والبقرة من الحيوانات المستأنسة. تمام؟